شاشة فواتير مردودات المشتريات. في بعض الأحيان عند قيامنا شراء بضائع من التجار سواء أكانوا محليين أو خارجيين، وسواء أكان بالآجل أو نقدًا من الصندوق، فإننا نضطر إلى إرجاع بعض الأصناف أو السلع التي تم شراؤها لأسباب عدة. قد يكون بسبب خلل مصنعي، قد يكون بسبب انتهاء الصلاحية. قد يكون بسبب عدم مطابقه المواصفات وغيرها من الاسباب. ولذلك وعند قيامنا بعمليه الارجاع او الرد لتلك الاصناف نستخدم فاتوره مردودات المشتريات. نقوم الان بعرض مثال توضيحي لعمليه ارجاع بعض الاصناف التي تم شراؤها. يتم الدخول الى اداره المشتريات. العمليات. مثلا نقوم بعمل فاتورة مشتريات فورية ثم نقوم بعملية إرجاع لبعض الأصناف يتم الضغط على زر إضافة يتم شراء مثلا بالآجل ثم نختار المورد الذي تم شراء منه بالآجل بالضغط على F9 مثلا شركة عمار للتجارة نحدد المخزن الذي تم من خلال الشراء ثم نقوم باختيار الأصناف بالضغط على F9 مثلا تلفون سامسونج اس 5 تم شراء عشر حبات مثلا التكلفة مثلا ستين ألف ريال ثم صنف آخر اف تسعة ايفون 6 تم شراء خمس حبات سبعين ألف ريال ثم اف تسعة مثلا سامسونج نوت تم شراء حبتين ب ألف ريال الآن نقوم بإدخال البيان مثلا ثم نقوم بعملية الحفظ الآن نقوم بعملية ترحيل هذه الفاتورة من إدارة الحسابات فواتير مشتريات فورية الضغط على الفاتورة ترحيل لنفرض الآن أنه تم رد اثنين تلفونات آيفون 6 بسبب خلل مصنعي في مثل هذه الحالة يتم الدخول إلى إدارة المشتريات العمليات فواتير مردودات المشتريات فيتم الضغط على زر الاضافه ونختار الفاتوره فاتوره فوريه لانه تم الشراء بفاتوره فوريه نلاحظ ظهور رقم الفاتوره آليا الخاص بمرد مشترى الان نقوم باختيار الفاتوره التي او رقم الفاتوره التي تم الشراء بهذا الرقم فيتم الضغط على F 9 نلاحظ ظهور العديد من الفواتير نقوم باختيار الفاتوره التي نريد التي نريد الانجاب منها رقم سبعة أو ستة. يتم التحرك بالتاب أو بالماوس نلاحظ نزول الأصناف التي تم شرائها في هذه الفاتورة والتي تم قبل قليل الآن من أجل أن نقوم بإرجاع حبتين تلفون آيفون 6 يتم التحرك بالسهم إلى يسار الشاشة ثم نؤشر على تلفون آيفون 6 ثم في أعلى الشاشة يتم التأشير على اعتماد الخيارات ونلاحظ اختفاء جميع الأصناف التي لا نريد إرجاعها فقط يبقى الصنف المراد إرجاعه عند الكمية يتم تعديل وإدخال كمية المراد إرجاع حبتين الآن نقوم بعملية الحفظ فاذا ما أرد مثلا ترحيل فواتير مردودات المشتريات من اداره الحسابات ترحيل مردودة مشتريات فوريه ضغط على الفاتورة ثم التأشير ترحيل الان نقوم بطباعه كشف حساب شركة عمار فيتم الدخول الى اداره الحسابات تقارير كشوفات الحسابات حسابات الفرعية ويتم طباعه كشف حساب عمار بالضغط على زر النجمه ثم كتابة عمار أو شركة عمار ثم اف تسعه أو البحث من خلال الرقم نفس الطريقه نقوم باختيار شركة عمار التجاريه ثم طباعه نلاحظ ظهور كشف الحساب الخاص بشركة عمار التجاريه فيظهر كان له فواتير مشتريات ثلاث فواتير نلاحظ في هذه الفاتوره مردودات مشتريات الفاتورة التي تم إرجاعها قبل قليل أي أن له هذا الحساب كان له طرف دائن المورد يمثل طرف دائن له هذا المبلغ تم إرجاع هذا المبلغ اللي إذا المبلغ المتبقي له هو المبلغ الظاهر باللون الأحمر 14 مليون و 145 ألف ريال أي أنه تم خصم مردودات المشتريات التي تم إرجاعها فإذا ما عدنا مرة أخرى إلى فواتير المشتريات وقمنا بعمل فاتوره مشتريات نقدية إضافة ونختار نقدا ونحدد الصندوق بالضغط على اف 9 صندوق دولار مثلا ونحدد المخزن ونقوم بعملية الشراء اف 9 سامسونج اس 5 تم شراء 6 حبات مبلغ ثلاث دولار، ثم صنف اخر اف تسعة، سامسونج نوت، ثمان حبات، بثلاث مئة وخمسين دولار، اف تسعة، ايفون سكس، ثلاث حبات، باربع مئة دولار اف تسعه ايفون سكس ثلاث حبات بأربعمئة دولار شراء نقدا البيان شراء نقدا من شركة القاسم التجارية هذا البيان يظهر في كشف الحساب النقدي ثم نقوم بالضغط على حفظ ونقوم الآن بعملية ترحيل فاتورة المشتريات الفورية من إدارة الحسابات فواتير المشتريات الفورية الضغط عليها ترحيل الآن إذا ما أردنا إرجاع حبة مثلا تلفون سامسونج S5 يتم الدخول إلى إدارة المشتريات العمليات فواتير مردودات المشتريات ثم نضغط على زر إضافة فاتورة فورية يتم إدخال رقم الفاتورة التي نريد الإرجاع منها في هذا الحقل F9 الفاتورة الأخيرة تحرك بالتاب أو بالماوس نلاحظ نزول الاصناف التي تم شرائها نقدا ما عليك الا التاشير على الصنف المراد ارجاعه ثم في على الشاشه يتم اختيار اعتمادة الخيارات نلاحظ اختفاء جميع الاصناف التي لا نريد ارجاعها الان نقوم بعمليه تعديل كميه حبه رقم الحساب الظاهر هو حساب الصندوق دولار لانه تم الشراء نقدا من الصندوق فيتم ادخال الصندوق دولار يتم الضغط على اف 9 واختيار حساب الصندوق دولار الان نقوم بعمليات الحفظ ونقوم بعملية ترحيل مردود فواتير المشتريات النقدية في حالة تم الشراء من الخارج أي كان لهذه الفاتورة اعتمادات مختلفة جمارك شح تأمين يتم إرجاع الأصناف المورد إرجاعها بنفس الطريقة ما عليك إلا الدخول إلى إدارة المشتريات مثلا هذه الفاتورة التي تم شرائها من الخارج اف هذه الفاتورة تم شراؤها فاتورة مشتريات وتم احتساب التكلفة الخاصة بها الآن إذا ما أردنا إرجاع الفواتير التي تم شراؤها من الخارج وإرجاع بعض الأصناف يتم الدخول إلى نفس شاشة مردودات المشتريات فواتير مردودات المشتريات الضغط على زر الإضافة ونختار أخرى ثم عند رقم الفاتورة F9 سوف تظهر الفاتورة التي تم شراؤها من الخارج يتم اختيارها والتحرك بالتاب أو بالماوس نلاحظ نزول الأصناف إذا ما أردنا مثلا ارجاع 10 حبات تلفون سامسونج نوت نقوم باختياره ثم في اعلى الشاشه يتم التاشيره اعتماد الخيارات نلاحظ اختفاء جميع الاصناف التي لا نريد ارجاعها ثم نعدل الان مثلا نريد ارجاع 10 حبات نخرج رقم الفاتوره ثم حفظ نقوم بعمليه الترحيل في بعض الاحيان عندما يتم الضغط على زر الاضافه واختيار فاتوره فوريه مثلا اف 9 وعند قيامنا بعمليات اختيار صنف معين نريد ارجاع مثل تليفون ايفون 6 عندما نقوم بعملية الحفظ نلاحظ ظهور هذه الرسالة لابد من اعتماد الاصناف المردودة اي بعد قيامنا بالتأشير على الصنف المراد ارجاعه لابد ان يتم التأشير في اعلى الشاشة على اعتماد الخيارات التي نريد ارجاعها حتى تختفي جميع الاصناف التي لا نريد ارجاعها ثم نقوم بعملية تعديل الكمية المراد ارجاعها حبة مثلا ثم نقوم بعملية الحفظ وبعد ذلك نقوم بعملية الترحيل من إدارة الحسابات ترحيل وكذلك ترحيل مردود المشتريات الخارجية ترحيل ملاحظة بمجرد عمل مردود مشتريات فورية أو خارجية نقدا وأجر الحفظ يتأثر المخازن مباشرة أي أن الكمية سوف تنقص من المخازن مباشرة سواء تم الترحيل أو لم يتم ترحيل أما التأثير المحاسبي للحسابات الصندوق أو حساب المورد فلا يتأثر إلا عند ترحيل فواتير مردودات المشتريات طبعا نستطيع استعراض فواتير مردودات المشتريات من تقارير إدارة المشتريات تستطيع تختار الطريقة المناسبة ثم عملي اختار مثلا نقد حسب الصم حسب المجموعة نقدا آجل حسب ما تريد ثم نقوم بعمل الطباعة نلاحظ تظهر الفواتير التي تم إرجاعها هذا بشكل طبعا إجمالي إذا ما أردنا مثلا تحليلي نستطيع اختيار الطريقة التي نريد كذلك نستطيع استعراض فواتير مردودات المشتريات من اداره الحسابات التقارير السندات مردودات المشتريات بشكل تحليلي او اجمالي ثم طباعه مثلا اذا اردنا من فاتوره مثلا تظهر بالشكل الظاهر امامكم حسب ما نريد سواء تحليلي او اجمالي نكون بهذا قد أوضحنا خطوات مردودات فواتير المشتروات سواء كانت نقد أو آجل وسواء كانت محلية أو خارجية هنالك رسالة تظهر عند ترحيل فواتير مردودات المشتريات في بعض الأحيان فإذا ما دخلنا مثلا إلى إدارة المشتريات العمليات فواتير مردودات المشتريات وقمنا بالضغط على زر الإضافة واخترنا مثلا فاتورة فورية ثم عند رقم الفاتورة قمنا بالضغط على F9 واخترنا هذه الفاتورة مثلا نريد مثلا إرجاع حبتين من تلفون سامسونج S5 نقوم بالتأشير عليها ثم في على الشاشه نختار اعتمادات الخيارات ثم نقوم بتعديل الكميه المراد ارجاع حبتين ثم نقوم بعمليه الحفظ الان عند عمليه الترحيل سوف تظهر الرساله التاليه فواتير مردودات المشتريات الفوريه نقوم بعمليه الترحيل ترحيل ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ظهور هذه الرسالة: يجب تحديد حساب فارق مخزون المجموعات صف 01 قبل ترحيل فواتير مردودات المشتريات، أي أنه يجب علينا قبل أن نقوم بعملية ترحيل فواتير مردودات المشتريات أن نضيف حساب يسمى حساب فارق مردودات المشتريات، والفارق مردودات المشتريات يقصد به هو الفرق ما بين متوسط التكلفة الحالي للصنف في النظام وقيمته أو تكلفته عند الشراء فمثلا قد يكون عند الشراء تكلفته ألف ريال وعند عملية الإرجاع وبعد قيام النظام باحتساب المتوسط لهذا الصنف قد يكون تكلفته عند عملية الشراء مئة وخمسة وعشرين أو ألف وخم... ومئة وخمسة وعشرين ريال فعند عملية الإرجاع يكون هناك فارق هو عبارة عن 125 ريال، هذا الفارق يقوم النظام بإدخاله في حساب يسمى حساب فارق مردودات المشتريات يضاف في جانب المصروفات، لذلك لابد قبل أن نقوم بعملية ترحيل مردودات المشتريات أن نقوم بإضافة حساب فارق مردودات المشتريات في الدليل المحاسبي في جانب المصروفات. ثم نقوم بإضافته في شاشة بيانات المجموعات. لحل هذه الرسالة يتم الضغط على موافق. نذهب أولاً إلى الدليل المحاسبي. نقوم بالضغط على زر البحث. ثم اف 9. ونبحث عن المصروفات. مصروفات النشاط الجاري. تكلفة النشاط الجاري. نلاحظ. هناك حساب يسمى حساب فارق مردودات المشتريات، حساب رئيسي ثم فرعنا منه فارق مردودات المشتريات بعملة المخزون أي بالريال. إذا الخطوة الأولى لحل تلك الرسالة إضافة حساب فارق مردودات المشتريات في الدليل المحاسبي، حساب رئيسي ثم نفرع منه فارق مردود المشتريات بالريال بعملة المخزون، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الذهاب إلى إدارة المخزون المدخلات الأساسية بيانات المجموعات نقوم بالبحث على مجموعة تلفونات سامسونج ثم نقوم بالضغط على زر تعديل نلاحظ أن حساب فارق مردودات المشتريات ليس مضافا في شاشة بيانات المجموعات الرئيسية إذا نقوم بإضافته يتم الضغط علي إف F9 أو إدخال حساب المصروفات الثلاثة ثم إف 9 ونلاحظ وجود حساب فارق مردودات المشتريات يكون طبعا بعملة المخزون ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن إذا ما ذهبنا من أجل عملية ترحيل فواتير مردودات المشتريات في إدارة الحسابات نلاحظ أن النظام يسمح الآن بعملية الترحيل نقوم بالضغط على الفاتورة مرتين ثم التأشير ثم ترحيل نلاحظ قام النظام بعملية ترحيل فاتورة مردودات المشتريات عندما قمنا بإضافة حساب فارق المردودات في جانب المصروفات في الدليل المحاسبي ثم أضفناه في شاشة بيانات المجموعات